حفظكم الله على بركة الله. نبدأ بأولى الرسائل. هذه الرسالة وصلت من السائلة طاعين من المدينة المنورة، تقول: ما حكم إذا قام الإنسان أثناء الصلاة يفكر في كل شيء بسبب وسوسة الشياطين، وما الوسيلة المنجية من ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالواجب على المسلم أن يقبل في صلاته على الله عز وجل، وأن يخشع فيها، وأن يقطع الهواجس والوساوس، وذلك بإحضار قلبه في صلاته، فإن هذا هو روح الصلاة ولبها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيجتهد المسلم في الإقبال على صلاته وإحضار قلبه، ويتجنب الشواغل التي تشغله في الصلاة وأسباب الشواغل، ويستعيذ بالله من الشيطان في أول صلاته بعد الاستفتاح وقبل البسملة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإنه إذا استعاذ بالله بحضور قلب أعاده الله من الشيطان.